السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم عن موضوع مهم وهو شروط الجديدة للربح من اليوتيوب. قبل بداية الفيديو ندعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد عن القناة، حاملة الوصول إلى 5000 مشترك. الآن سنبدأ الشرح. نذهب يعني إلى قناة الثانية التي لم أحقق فيها الربح، بعد ذلك نذهب إلى استوديو اليوتيوب كما هو موضح في الشاشة، بعد ذلك نبحث عن ميزة تحقيق الربح من اليوتيوب. سنرى يعني الشروط التي يجب أن تتوفر في القناة لكي نحقق الربح منها. نذهب إلى تحقيق الربح. كما ترون في الصورة شروط تحقيق الربح هي كالتالي: الحصول على 1000 مشترك، 4000 ساعة مشاهدة علنية، وأن يكون لديك 0 إنذار ناشط بمخالفات إرشادة المنتدى، وميزة التحقق بخطوتين. سنضع لكم فيديو عن كل هذه، عن كيفية الحصول على 1000 مشترك والحصول على 4000 ساعة في أسبوع. يعني يقول كما يقولون: سقسي المجرب وما تسقسيش طبيب، يعني الطريقة التي استعملتها للحصول على 4000 ساعة. وسنعمل لكم أيضا فيديو عن التحقيق بخطوتين، يعني هذه ميزة جديدة، وميزة أيضا أن يكون لديك 0 إنذار إرشادات المحتوى. سنشرح لكم كل هذا، يعني تابعونا، ولا لكي لا تضيعوا أي شيء ما عليكم إلا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد عن القناة.